طولات دونك لا كريم تغشفو معايا. هنا عندي نص كاس ديال السكر، انا شديت هذا الكاس ونوض طحنته، ثم ديروا السكر ثقيل عادي، وغندير نص كاس ديال الزيت. انا عندي زيت العود، بس تقدروا ديروا زيت الاخر فاصون، راه عندي هذه في القناه وبغيت نعاودها معكم. نص كاس ديال سهله حيت في ساعه كتمتصنيش بقى بحال دابا الزبده، خاص بقى تسايني حتى ديريها المره الاولى مرتين الثالثه. المهم هذه في ساعه كتوجدها كتصايبيها كتدخلها الفرنيشان. نص كاس ديال الزيت، وعندنا فانيليا، بيضه واحده، بيضه، بيضه هنايا. بالنسبه للخماره غادي نعمل راس معلقه ديال الخماره، نطرب هذا الشيء ونرجع معكم حسب الخليط. دابا غندير الدقيق يعني بشويه بشويه، هذا اللي غندير الدقيق ديال الفرينه ديال القمح، ماشي فورس، نتوما ديروا الفورس ماشي مشكل، يعني اللي عندكم اللي توفر عندكم غدير. غنبقى ندير بشويه بشويه حتى تولي بحال شكل صابلي، عجين صابلي ما خصهاش تجي قاصحه. انا نبقى ندير بشويه بشويه حتى كتلم العجينه، بغا ما تغربلو الدقيق. كيما قلت لكم راس معلقه ديال خمارة الحلوى، هاهي البنات من بعد ما جمعتها كتجي هاد الشكل بحال هكا، شو كتجي رطبة بزاف، يعني بحال شكل يعني العجين الصابلي. غناخد ليمون وغندير غير بيدي، مبغيش زعما نسرحها ولا هكا، غتجيني ساهل. وناخد القياس ونبقى نسرح في المول بحال دابا هكذا، وندير غير بصباعي هكا، وهنا كنقاد فيها لما تحتاجوا الدهن ولا والو، ديجا فيها الزيت وانتما كتقادو. الا خاصكم تزيدوا راكم غتزيدوا، خاصه غتقدلو لما تحتاجوا تبقاو يعني تبقاو عاد تسرحوا عاد تقطعوا عاد هكا احسن، وسهله يعني فهمتي، يعني حيله من الحيل زعما، باش ما تاخذ لكمش الوقت. ومن بعد غادي نتكا، غادي نعمر كاع الليمون اللي عندي ونتكا، ندخل الفران نسخن 180 درجه واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه. المهم تحمر لي شي شويه ونخرجها. من بعد غادي ندوزو لا كريم اللي غادي ندير معاها، صافي بحال هكا. ضروري ما نتكا كامله وندخلها للفران. انا عندي بيضه وحده غنضيف ليها معلقه ديال النشا عامره ومعلقه ديال كريم باتيسير، معلقه ديال كريم باتيسير، هذه لا كريم باتيسير معلقه كبيره. نورمالمون البيضه راه كديرو حتى نص كوب الحليب، انا غندير غير ربع ديال الحليب باش ما تبقاليش لا كريم طير. السكر حسب الذوق، ديرو فاني، انا غندير عصير الحامض، معلقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال كريم باتيسير، هي هادي كريم باتيسير، تي اصلا دي سيترون، سكر حسب الذوق، غنضيف شويه العصير الحامض، غنطرب هادشي، وغادي نضيف عليها ربعة ديال الحليب، ديجا راني غليتو، سخنتو يعني، غنضيفو هكا، غنطرب هدا هو اللول. كنضيف الحليب شويه بشويه مع التراب باش داك البيض ما يتكوش لينا زعما، باش نضيف الحليب شويه بشويه حنا كنضربو حتى كتعقد لينا، ومن بعد نرجعها فوق العافيه باش تزيد تكثر، يعني تزيد تعقد ليا كثر. هي من بعد ما عقدت ليا درت ليها معلقه ديال الزبده، صافي غادي نحركها هكا ونغطيها بالبلاستيك سلفوريزي بين ما بردات ليا، وديك الساعات نرجع نعمل لها طرطولات. البنات هاي درتها هنا في لابوش ولات عقدت ليا بزاف، زدت غير الحليب دافي يعني ماشي ماشي طايب ولا هذا، غير دافي شويه يعني، بقيت كنضرب نتوما شويه حتى يعني ولات هكا.
قالت لي شويه ماما تقدر تضيف الحليب شويه بشويه، مثلا غدير جوج معالق كبار د الحليب وانت ما كتضيفوه وانت ما كتشوفوه يعني المزاج كيفاش غادي يولي، خاصو يولي بحال هكا صافي. ودابا درت هنايا في البوش والتزيين كيبقى على حسب الذوق، انا درت هكا نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا. من لا ديكوراسيون غادي ندير الفريز وكيوي اللي عندكم تقدروا تزينوا به.